فتحت وزارة الفلاحة عن طريق مديرية المصالح البيطرية تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب تعفن أضاحي العيد، حيث سجلت المصالح البيطرية حوالي 100 حالة مبلغ عنها حتى الآن. وحسب نتائج التحقيقات الأولية، فإن السبب الرئيسي يعود لانعدام شروط الحفظ. البيطرة المولد اللي اترافير لونسومبل دي ولاية كاين أكثر بقليل من 100 حالة، وبناء على المعلومات الاوليه اللي لحقت لنا من طرف البياطره على مستوى مختلف الولايات، نتوقع ان السبب راجع الى عدم احترام شروط الحفظ والنظافه اولا، زياده الى عدم احترام مده تجفف اللحوم، مع علم ان درجه الحراره ونسبه الرطوبه في بعض الولايات عرفت ارتفاعا نسبيا. تعفن لحوم الأضاحي قاد الشكوك مباشرة نحو بعض الموالين، ولكن الفيدرالية الخاصة بالموالين رفضت كل الاتهامات الموجهة إليها، معتبرة أن ما يحدث هو مؤامرة لضرب الإنتاج الوطني في شعبة اللحوم الحمراء. ولكن حالة الحاجة هذا الأمر يظهر غير يوم العيد، وكان العام في 365 يوم، 164 يوم للأذبحة يوميا، هذا الأمر كأعمال الحرف. إذا خص الذي يتنوا العيد هذا الأمر يرغب، ممكن تكون مؤامرة بيشوه تويت الإنتاج الوطني. هذا الإنتاج ناح يعني الله يبارك قدرته والمولة يعني مشكورين. للعام الثاني على التوالي تعود قضية تعفن لحوم الأضاحي وتظهر مرة أخرى مع عيد الأضحى، لتضعف بذلك ثقة المستهلكين أكثر في كل ما يتم عرضه في السوق الجزائرية.